بيقولوا أول شي هاي مو؟ مرام علي مفاجأة عروس بيروت 3. لن أكون في عروس بيروت. قصة اعتذارك عن عروس بيروت. ايه انا اعتذرت عن عروس بيروت. حبيت اني اعمل شيء تاني غير نايا. حبيت انه انا صار لي سنتين صحيح عملت المنصة، بس كمان انا لازم اعمل اشياء تانية على التلفزيون، لانه يعني لازم اعمل اشياء تانية نوع. اه دغري خبرتك؟ مو على اساس ما في بيناتكم شيء وما بتعرف عنك شيء؟ خفت. خلص اتقولب بنايا، لأنه نحن عملنا سنتين ورا بعض. خفت أنه الناس ما بقت تشوفني بطريقة تانية. لحظة شوية مرام، هذا رأيك أنت، بس نظرة الجمهور للعمل وحتى لشخصية نايا بالتحديد كانت عكس هيك، والكل عم بيستنى الجزء الثالث من المسلسل ليشوف شو بدك تعملي بهالعيلة وبثريا، خاصة من بعد ما بتتغير حياة بيت الظاهر وبتفقر بسبب زوجك خليل. بس بدي أفهم كيف يعني معقول هذا الحكي؟ لهيك انعملت هاشتاجات بترفض تركها العمل، هذا بالإضافة لأنه الشركة المنتجة أصرت على وجودها. بدكن إثبات أكتر من هيك؟ ما رح لك عمل علي ضغط، لا، لأنه بالنهاية هاد قرارك. عمل هيك لحظة إنه إيه أنا تعبت على هذا الدور عن جد، أنا انبسطت مع هاي العيلة، أنا أسست أو انتقلت هون كمرام، عم بحكي كممثلة ما فينا ننكر، صحيح اشتغلت كتير بس هون كانت نقلة. كتير عم بتصروا، كلكن عم بتصروا، كلكن ليش ما عم بعرف؟ يعني نفهم انه تجاوبتي مع طلب الجمهور والشركه المنتجه وحنشوفك بالجزء الثالث للمسلسل. هلا انا لن اكون في عروس بيروت. ما رح تكون نايا شريره. هلا الفقر رح يغير بنايا يعني انه مقرره. هلا باخر حلقات الجزء الثاني شوي كانت منيحه، شوي كسرت. هلا رح ترد ترجع شوي شريره، بس بوعدك مو للأقصى. يعني هيك ايه شوي خلص رح تصير بني ادم طبيعي. ماما ليلى كتير تعبانه وعم يرتفع ضغطها، انا خايفه كتير يصير لها شيء لا سمح الله. غيرتي شيء؟ زدتي شيء على الدور بكاركتر نايا؟ تالق احضر نحضر؟ في شر بعد الشر فيكي. ايه لا بس ايه عملتها شغلات حلوه ان شاء الله يا رب. رح كون شريره شوي، رح اعمل شويه شغلات هيك مأذيه ويزعلوا العالم، اللي هي الاشياء الواقعيه اللي بتصير تماما، بس كثير رح ينبسطوا من القفله انا متاكد. وانا بحضر له مفاجاه كثير كبيره ما رح ينساها كل عمره. قد ايه صار اجرك هلا بالجزء الثالث؟ $2,000,000. واو، بتتذكر وقت لك $2,000,000؟ هلا 2. هلا صار 2. قلت لهم ما برجع لو تعطوني $2,000,000. كثير ولا قليل؟